الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اشرف المرسلين على الاطلاق. نسال الله جل في علاه ان يلهمنا واياكم الاخلاص وان يثبتنا واياكم على هذا الخير، ونسال الله جل في علاه ان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونسال الله جل في علاه ان يرضى عنا وعنكم، وربنا يسيبكم خيرا على هذا الصبر. ما عندي لكم إلا هذا، وأنا سعادتي غامرة بما أرى من الصبر في هذه المسائل. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإعادة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امراته وارتفع من ورائها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا عنها كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين متلاعبين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل بني بزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها أورقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. جزاك الله خير. وطبعا اتماما للفائده ايضا حديث سعد رضي الله عنه وارضاه، حديث سعد بن عباده ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الرجل اذا راى رجل على امراته لابد ان ياتي بالبينه اربعه شهود، قال سعد: يا رسول الله، ارى لكعا على امراتي فانتظر حتى ياتي بالشهود، الذي نفسي بيدي لعلوت لعلونه بالسيف غير مصفح، يعني اطيح برقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيره سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فهذه المسألة تتميما لباب أو لكتاب اللعان. وقد قلنا اللعان قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، فصلناه الأسبوع الماضي. حديث ابن عمر هنا حديث يبين لنا أن اللعان التفريق، والتفريق بين الزوج وزوجي، هذا التفريق تفريق مؤبد على قول المحققين من أهل العلم، لا راجعة فيه بحال، لا بمهر ولا بغير مهر، تفريق مؤبد. وفيه زيادة في العلم هو أن انتفاء الولد، فأن الولد ينسب لأمه، لأن السلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قالوا: ليست بعاهر، لما لم يقم عليها الحد؟ قلنا: درأ عنها الحد القسم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات. والحديث الثاني حديث: جاء الرجل الأعرابي مشككا في امرأته من البدو. وانظر إلى رحمة السلام ورفق السلام وكيفية تعليمه، يعني هو يقول: نظر وجد امرأته قد ولدت له ولد أسود وهو أبيض، فبيشكك فيها، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مشككا، وإن الظن الأكذب الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له بما يعقل، قال له: عندك إبل؟ البدو وطبعا ما يهتمون إلا بهذا. قال: نعم. فقال: ما لونها؟ قال: حم. فقال: هل فيها من أورق؟ أسود يعني، لكن أسود ليس أسود أسود صافيا يعني. قال: إن فيها لورقة. قال: من أين أتى هذا؟ حمر وأسود، من أين أتى؟ قال: لعله إيش؟ نزع عرق، يعني جذب عرق من الأجداد من العائلة، لعله نزع عرق. فقال: وهذا لعله الجد 19 فيه هذا. قال: لعله نزع عرق. فسكت الرجل بهذا القياس، وعلم أن السلام يبتر عنده مسألة التشكيك في امرأته. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى هي التفريق، تفريق مؤبد، وهذا قد فصلناه الأسبوع الماضي. المسألة وأن الولد إذا نفاه يعني يقسم يشهد أربع شهادات بأن الولد هذا ليس بابني وأنه من فلان، أو يقول: الولد ليس بابني، دون أن ينسبه لأحد، فيحسب لأمي أو ينسب لأمي، لقول صلى الله عليه وسلم: إن الولد للفراش وللعاهر الحرب. المسألة الثانية: هل التعريض بنفي الولد أو بالزنا أو بالقذف، التعريض به ينزل منزلة التصريح فيقام عليه الحد؟ وهذه المسألة مستنبطة من إيش؟ من فعل الأعرابي
عندما شكك في امرأتي وما قال له زنت وما قال له أتت بولد ليس بشبهي، فإذا يعني لست أنا المجامع، لا، يشكك ويعرض. فهل التعريض هنا يستوجب الحد؟ هل التعريض هنا ينزل منزلة التصريح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أما الشافعية والجماهير من الأحناف والحنابلة قالوا لا ينزل التعريض منزلة التصريح، التعريض لا ينزل منزلة التصريح، وقالوا التعريض شبهة يدرأ بها الحد. وقد جاءت الأدلة والأثار عن النبي المختار إدراء الحدود بالشبهات، لذلك قالوا لا يصح لنا أن نسيل الدماء وأن نجلد الظهر بدون بينة أسطع من شمس النهار، إذ الأصل البراءة، كل المسلم حرام دمه وعرضه وماله إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل ذلك أسطع من شمس النهار. هو حديث الباب يدل على ذلك، الرجل عرض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا التعريض على أنه تصريح، ولم ما أقام عليه الحد، ما أقام عليه الحد. المالكية قالوا بل التعريض ينزل منزلة التصريح، وهذا ما ذهب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح الراجح هو قول الجمهور، صحيح الراجح هو قول الجمهور، ولنا أن نؤكد ذلك، أو قل يمكن أن نستخلص قولا صافيا بأن التعريض يمكن أن ينزل في بعض أحواله منزلة الصريح إن قويت القرينة، إن قويت القرينة ينزل التعريض منزلة التصريح، أما في الأصل فالتعريض ليس بتصريح وإنما الحدود تدرأ بالشبهات. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة طبعا، التعريض كأن يقول مثل رجل يسب رجل يقول له أنت فعلت وفعلت، أنت فيك وفيك، أنت جبان، أنت قال دعني أنا جبان أنا بخيل، أمي ليست بزانية، هذا تعريض يعرض بإيش؟ بأمي. فهل يؤخذ بذلك أم لا؟ الملكية يقولون يؤخذ، والصحيح الراجح أنه لا يؤخذ، كما قلنا تدرأ الحدود بشبهة، أدنى شبهة تدرأ بها أو يدرأ بها الحد. المسألة الأخيرة وهي إتماما للفائدة، وقد انفرد مسلم بهذا الحديث هو غير متفق عليه، وحديث سعد الذي قال فيه والذي نفسي يدي إني لأغير منه وإن الله لأغير منه، هي مسألة مهمة لذلك سأتمم بها الباب، ألا وهي هل يجوز قط الرجل الذي يزني بالمرأة من الزوج إذا دخل رجل؟ وهذه خلي بالك في الواقع كثير، نعوذ بالله من الخذلان، تجرأ النساء جرأة ليست بعدها جرأة، جرأة سافرة، ومن احتك في الدعوة إلى الله بالناس يجد ما لا يمكن أن يصر به، يرد أمور يعني تتفتت الأجباد من أجلها، تحترق النفس من أجلها، يعني يدخل الرجل فيجد على امرأته رجلا فيريد أن يستر عليها ويريد أن يرحلها تتبجح فيه وتقول أريد مؤخر تام غير ناقص ونفقة تام غير ناقص وتأتيني بشقة وعروسة حلاوة وكل شيء عايزاه لابد أنها تطلبه منه، جرأة وبجاحة ليست بعدها بجاحة، نعوذ بالله من الخذلان. عامة نحن لا ننفي أن حقها يصل إليها، لكن إذا دخل الرجل فتهور فقتلها وقتل، ما حكمه؟ هل يجوز له أم لا؟ أما جماهير أهل العلم الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا يقتل بها أو يقتل به قصاصا، إلا في حالة واحدة، أن يأتي بالبينة أو بالإقرار، فإن أقر درأ عنه الحد، وإن أتى بالبينة درأ عنه الحد. هذا قول الجمهور. أعمل إيه؟ يمكن طول الشرح هو اللي عمل فيكم كده، هيحييه كيف هو مات خلاص، كيف سيقر؟ أنا قلت بس أنتظر، فوجدت أن الإخوة خلاص الدخان والأبخرة خرجت على الرأس فأظلمت الدماغ. رجل قاتل هيقر في إيش الناس؟ عامة نقول إما أن يأتي بالبينة بأربعة شهود، العلماء قالوا لابد أن يأتي بأربعة شهود، والدليل عندهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، البينة أو حد في ظهرك، فقد طالب النبي صلى الله عليه وسلم البينة، ائت بالبينة أو الحد في ظهر. نعم، لا مش متلبس، ما هذه مسألة اللعبة سهلة جدا، يروح يخدره يخليه يخلع ثيابه ويغدو يمضوا على الفراش، وجدته على فراش امرأته ويقتل، ده مجرمون لهم فقه راقي، لهم عقل سامي، تخطيط أعمى، شيطان يخطط لهم. فلذلك قالوا لابد من الشهود، لابد من الشهود. القول الثاني قول الشافعية هو ترجيح ابن القيم وابن تيمية، قالوا بأنهم لا يقتل قصاصا لكن يعذر من قبل ولي الأمر، لابد أن يعذره لأن ده اسمه افتيات على ولي الأمر، قامت الحدود بيد ولاة الأمور،
أو من وكله ولي الأمر، وإلا فهو افتيات على ولي الأمر فيعذر من قبل ولي الأمر. لكن الشافعية لو قرأت في المذهب أو قرأت في كلام أهل العلم قيدوا المسألة بقيود، قالوا لابد أن تكون ثمة ريبة، يعني القرينة تقوي الأمر، لابد أن يكون ريبة، يعني يسمع أن رجل بيطلع لها الساعة الواحدة ينزل الساعة الخامسة مثلا يوم وآخر وجدوه معها، الثاني كان يسير معها، يعني هناك ريبة، فيقولون هناك قرينة تقوي هذا الأمر. وهؤلاء دليلهم الحديث الذي انفرد به مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سعد لا والله لأعلونه بالسيف غير مصفح، فقال نسلم مقرا لا منكرا أتعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيده إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. وابن قدامة في المغني قد يعني احتج على هذه المسألة بواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أنه قتل رجل شقه نصفين فأتوا به إلى عمر بن الخطاب ليقتص، فقال ما بك ما لك ما عليك، فقال وجدت رجلا بين فخذي امرأتي فماذا أفعل، قال وجدت رجلا بين فخذي امرأتي فشققت نصفين، قال فإن وجدت ذلك فعد. هذه مسألة يعني المرأة هيبقيها مش هيبقيها، لكن هو يبين إمعانا في إيش في الجواز، قال فإن وجدت ذلك فعد يعني شق نصفين، واستدلوا بها على الجواز، وهذا حديث ضعيف يغنينا حديث سعد. نحن نستأنس بهذه الرواية، والقول الراجح في ذلك وقول الشافعية خلافا للجمهور، وأن ما عليه إلا التعزير افتياتا على ولي الأمر، هذا تقدم بين يدي ولي الأمر، إذ القصاص لا يكون إلا بيد ولي الأمر. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: القياس دليل من أدلة الشرع والدلال عليه، قياس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما يعني إيش اللي جعل هذا الأورق الأسود مع الحمر، قال لعله نزعه إيش، فقاس عليه، قاس المرء على الإبل، قال وهذا لعله نزعه عرق. الثاني الفرق بين المتلاعنين أبدية كما في حديث ابن عمر. فإذا الثالثة لا غيبة عند الاستفتاء، يعني ما تأتي امرأة متورعة ولا رجل متورع يسأل الرجل يقول هذا الرجل بخسني حقي، هذا الرجل كنت أجيرا عنده فلم يعطيني المال، ثم يتراجع ويتورع تورعا كاذبا ويقول هذه غيبة استغفر الله. لا، عند التظلم هناك استثناءات ست من الغيبة، منها هذه، عند الاستفتاء يجوز، والدلالة على ذلك أن الرجل جاء يقذف امرأته ويعرض بها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه. الفائدة الرابعة مخاطبة الناس بما يعقلون، هذه من الحكمة في الدعوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، منها أن تكلمهم بما يعقلون. ذلك كان علي بن أبي طالب قال خاطب الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الأعرابي بما يعقل بمسألة إيش الإبل. أما بالنسبة لحديث سعد المتمم للفائدة فإثبات صفة الغيرة لله جل في علاه، وهي صفة إيه أتركها لكم تتذكرون كده وتتدبرون بعد الدرس تأتوني بها. وأيضا جواز كلمة السيد، أنه تكلم عن سيدي وهو سعد ابن عبادة، وأطلاق كلمة السيد تصح بشرط وقيد ألا يكتمل معناها فيه كما فصلنا قبل ذلك. الفائدة التي بعدها الإخبار من الإنكار لا ينزل منزلة الإنشاء. ليش؟ لأن في إشكال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني البينة قال لا والله يا رسول الله لا أعلونه بالسيف، هل رد على النبي قوله؟ حاشا لله، سعد بن عبادة من أول الناس الذين يسارعون إلى رضا الله جل في علاه، سيد من السادات الأنصار، لكنه يخبر عن حالي، يقول أنا ما أستطيع أتوقف لو رأيت ذلك من شدة الغيرة قتل، فهو لا يخبر ولا ينشئ، فمين؟ يعني يخبر عن لسان حالي أنه لا يستطيع أن يتحمل فيحدث القتل، لا أنه يقول لا يا رسول الله ما سمعت لك ولا أطاع سأقتله وإن قلت لي لا أقتل أبدا، حاشا لله أن يعقل هذا عن صاحب أو يؤخذ هذا عن صاحب جليل، بل هي المسألة مسألة إخبار عن حاله. لذلك كان الأنصار يقولون إذا طلق سعد بن عبادة امرأة ما يستطيع أحد أن يتزوجها من شدة غيرة سعد رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون قد انتهينا